مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم. حلقة جديدة من الفيس توك. اليوم معانا موضوع كذا خفيف وظريف في اللوجن. بغير مقدمات خلونا نبتدي فيه ونروح للوجن. نبتدي فقرتنا الاولى اللوجن، وانا حابب اسال الاخ حمزه. اشتي اقول لك حمزه، ايش لو قلت لك تصف لي يعني رايك في سمر وام وصادق، شخصيه واحد واحد مبدئيا هم ينفعش، لانه خلاص يعني قدر عارف نحن تقريبا لو بنا ايش كان رايه المسبق. يعني خلينا على اساس ان احنا اكثر ما عرفتكم انتم مثلا عن طريق الفيسبوك. في البداية كان في صورة نمطية معينة طبعا بطبيعة الحال، لكن ايش هي هذه الصورة؟ ايش هي الصورة النمطية هذه؟ ما هو هذا السؤال يعني. ما هو صورة نمطية معينة يعني احيانا مثلا انت لا بلاش انا ايوه ابدا ايوه مثلا انت يا صادق لما عرفتك، بس لما اقتربت منك اكثر طلعت انسان طيب. الصورة النمطية طب الصورة النمطية هذه انت حكى يعني بنيت بناء على اي اساس؟ بناء على مثلا كلام ناس ثانيين، ولا بناء على الشكل الخارجي او الظاهري؟ والله شوف، وانت لا تخلوش الموضوع كذا. هو عادة احنا بشكل عام يعني احنا نسيء التقدير دائما لما يعني نسمع عن شخص ما، عن صديق ما، يجي واحد يكلمني عن فلان او كذا وكذا، فتتكون في صورة بطبيعة الحال، تتكون صورة في الدماغ عن هذا الشخص، لكن سرعان ما يعني تزول هذه الصورة من أول لقاء، من أول معرفة، من أول كذا. في هذه اللي احنا بس احيانا ممكن تاثر على العلاقه. يعني انت احيانا تحكم من كلام الناس على شخص معين، او احيانا من شكل الشخص هذا، او من طريقه كلامه مثلا بالفيسبوك او كذا، وتهيئ لك انه شخصيه ما تحاولش انت تتعرف عليه. انت تكون خلاص مركب بدماغك انه هذا هو هذيك الشخصيه، وانا مش مستعد اساسا. يعني مثلا انت بتقول لا ذا انسان متطرف بافكاره، انا ما بناقشوش، وتقطع على نفسك الطريق انك تتعرف عليه، بينما لو تعرفت عليه اساسا وجه لوجه هو الفكره. انا اشوف ايش يعني ممكن اللي هو الغلط في انه مثلا تتعرف على شخص في شيء لو تاخذ انك تاخذ تقول راي عنه، لكن احنا المشكله انك من اول ما تشوفه، من اول ما تقابله في حكم على طول يكون عندك. شوف الطبيعي انه يكون في حكم اولي، يعني طبيعي جدا انه يكون في حكم اولي على الشخص هذا اللي امامك، بس اللي هو مش طبيعي انه ان انت تبني كل تصرفاتك القادمه على الحكم او الحكم الاولي او المظهر الاولي اللي انت اخذته. وهذا صادق تقريبا ويش يقول انه الاصل في كل شيء حسن الظن وسلامه الصدق. بالضبط. ايش كان تقول؟ الكلام اللي قالته للاسف هو يمكن مش حكم، انطباع. هو يسموه انطباع كذا. اي طبيعي بطبيعه الانسان انه اول ما تشوف واحد انك تكون عنه انطباع. انطباع اولي، يمكن انه شخص كذا، انه شخص يعني يمكن، وهذا اصبح علمي ودرس فعلا ومهم جدا انه يهتم فيه الانسان، يعني انك تاخذ انطباع عن الشخص هذا. لكن الشيء الفاصل او اللي ما ينفعش ان احنا نعمله انه هذا الانطباع، لانه مش قائم اساسا على اسس ماديه او دلائل على الواقع، انك تبني على حكم معين. مثلا شفت واحد اوكي اخذت انطباع معين، طبيعي جدا هذا بيحصل، او حتى لازم او الاحسن انك تعمل حاجه زي كذا، تاخذ فكره عن شخصيته او هذا، لكنك تحول هذا الانطباع الى عمل وتحكم على هذا الموضوع مثلا انه هذا شخص عدواني او شخص انطوائي او مش عارف ايش او كذا، وعلى طول نتيجه هذا الانطباع فقط تقوم تترجم هذا الى عمل. طيب. او تحكم تصرفاتك نتيجه هذا الانطباع. هذا اعتقد هو الخطا، لكن الحكم ما يتم الا بعد ما تعامل مع هذا الشخص. انا ايش اسحب الحوار للواقع اكثر. احنا بين البين اول ما تعرف على شخص او هذا دائما في تركيز اكثر على الحاجات السلبيه. ايش هذا الشخص؟ هو السؤال الاول، ليش يكون في حكم مسبقه على الاخرين؟ هل هذه لانه احنا التربيه احنا تربيناها،
ولا هذا الشيء يعني طبيعي في البشر نفسهم؟ هو ما اعتقد. شوفي انا بقول لك حاجه, انا اعتقد انه الموضوع ذا احنا كنفس بشريه نحب دائما يعني نعمل نرسم صوره لاي شخص نشوفه كتب بمكان او ذا, نحط صوره مسبقه بدماغنا حتى عن شكل. يعني انا مثلا كيف اتصور وئام لما نشوفه تكتب على الفيس مثلا زي حمزه زي ماجد زي صادق, انا اول ما شفتهم شفتهم على الفيس ما شفتهمش على الواقع, فبنيت فكره بناء على كتاباتهم. أي بناء يعني على كتاباتهم بعد كذا طلعت انه الفكره خطا يعني خطا الى حد ما يعني. مثلا حمزه كان يتهيأ لي انه قري طلع خجول, ما قلت كان يتهيأ لي لسانه طويل طلع مش طويل خالص. يعني حتى هو في نقطه من ناحيه التواصل اللي هي علميه انه ال 60 او تقريبا 60% صح يا صادق, 60% من التواصل بين شخص واخر تعتمد على نغمه الصوت نفسها. هذا عشان يوصل واحد معلومه وعلى الاي كونتاكت, على الاي كونتاكت, على 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 حركه العين. يعني انت مهما كان لو شفت واحد يتكلم او يعني لما تشوفه وتشوف حركه عينه وتشوف طبقه صوته وهو يتكلم غير لما انت يعني تفهم معلومه من كلام الاخر. يعني مثلا لو شفت صادق يقول لك كيف حالك يا صادق بتختلف, اقول لك كيف حالك يا صادق. يعني في فرق رغم انه نفس 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 الكلمه. ايوه ايوه اللي كنت اشي اقوله انه اللي يعني في الصوت ايضا حركه الجسد نفسه. ايوه اللي لغه الجسد فعلا, لغه الجسد اللي 60% ونغمة صوتك اللي هو الارتفاع والانخفاض والحدة وهذه 30 واي والكلام ايضا النص. أيوة بس برضه يعني انه مش بالضرورة يكون من خلف شيء علشان احكم عليك, ممكن يكون قدامك واحكم عليك برضه حكم مش صحيح. يعني ممكن مثلا اني اشوفك لاول مرة او ثاني مرة وانت بظاهرك تكون تظهر شيء او ان انت المفروض ان انت تعبر عن شيء, مع على الرغم انني تعاملت معك بادي لانجويج وشفتك بعيوني وتكلمت معك بصوتي, بس برضو احكم عليك حكم خاطئ او ابني على تصرفك. بالضبط, ولذلك مهم انه عشان ترسخ فكره او هذا الانطباع اللي تولد داخلك من هذا الشخص انه يكون في تكرار للموضوع. يعني مش من مره واحده شفت ما قد حكمت يعني رسمت انطباع عنه في داخلي, او مش من مجرد مش كلام سمعته. لانه برضو موضوع البادي لانجويج نبره الصوت هذه الحياه تعتمد على الحاله النفسيه اللي هو عايشها ماجد في هذه اللحظه. صحيح. ممكن بكره يكون صوته مختلف نتيجه ظروفه وعيشه, ممكن يكون تعرض لموقف معين او مريض او عنده طيب خلونا نقول انه ايش في البدايه احنا بناخذ يعني هذه الطريقه عشان تاخذ انت منه انطباع صحيح. تمام, بعد ما تاخذ عن الشخص هذا انطباع وكذا يعني بالنسبه انت متاكد منه في تصرف او انك تقابل هذا الانطباع اللي انت اخذه عنه, احيانا بيكون بطريقه يعني ما فيهاش نوع من التعايش. يعني لو فهمت ان صادق عنده مجموعه من الاخطاء وكذا ممكن اتخلى عن صادق خلاص ما عاد اكمل معه. وهذا عندنا ايوه احنا في مجتمعنا فعلا احيانا تحصل لما تحسب هذا الشخص ضمن جماعه معينه. يعني مثلا انت تكون واخذ فكره انه فلان ذا انسان متحرر زياده, فانا ما بصاحب لهش ده بيبوظنا وبيبوظ مثلا, او ما بخليش عيالي صاحبوا له علشان ممكن يفسد اخلاقهم. بينما انت ممكن لو تعرفت عليه بطريقه افضل انك تكتشف انه بالعكس هو انسان محافظ وعنده حدود. برضه مع الانسان المتدين جدا يعني احيانا واحد يقول اوه لا ذا بيعلم عيالي التشدد وكذا. يعني بينما انت لو تعرفت عليه عن قرب تلاقي انه احيانا ممكن يكون اقرب لك وهواياته زي هواياتك اكثر من اي شخص ثاني ممكن يكون بنفس المجموعه تبعك. الان الحكم المسبق هذا اعتقد فيه شقين صح, ايجابي وسلبي ولا هو خلاص أنا سلبي؟ انا لا لا اشي اقول اشي اقول حاجه انه في نقطه اساسيه احنا دائما نجهلها فيما يتعلق بالحكم على الاخر. احنا تكلمنا على مستوى الفرد, يعني مثلا انا اجي احكم عليك يا ماجد ولا انا اجي احكم على كذا, هذه ربما الى حد ما ماهيش فيها اشكاليه كبيره زي ما يكون الحكم على جماعه بشر. يعني مثلا صادق احكم عليه مثلا انه من الضالع مثلا وابدا اسقط عليه الاحكام كلها على اساس انه ينتمي الى فئه جغرافيه معينه, ينتمي للحزب السياسي, ينتمي للفكره السياسيه, ينتمي هنا هي الخطا فكره التعميم هنا هي الخطا اللي احنا بحاجه فعلا ان احنا نصححه بحيث انه كيف نخلق فرص للتواصل للحوار للموده. هذه عندنا يعني انت اول ما اجي اشوف كذا منطقه كذا منطقه كذا هم خلاص كذا هم كذا وابدا خلاص اسقط عليه معك لسته كامله لعندك. في العالم العربي كله كذا يعني مش بس في اليمن. احنا نتكلم على مستوى نقطه مهمه احنا اساسا يعني اعتقد المشكله دي موجوده في بنات عرب أتول يعني إنه في عندنا إن إحنا ما ناخذ يعني دائما نحب نحط الشخص ذا بخانة معين علشان نرتاح. إنه أنت لا أنت أبيض أو أنت أسود, أنت
صايع او انت منضبط، أيوة. انت كويس او انت سيء، ما يحاولوش ياخذوا الانسان كمجموعه كامله. يعني ممكن يخطا بكذا، بس ممكن يكون عنده ميزه كذا وكذا وكذا، وعنده حاجه سيئه كذا وكذا، بس عنده ميزات كذا وكذا وكذا. كلنا بشر يعني، ما فيش انسان كامل بكل المعايير. النقطة اللي بتقول عليها سمر، اللي هي فكره كنا نتكلم انا وحمزه، اللي فكره القوالب كذا، ان انا اجي اتعرف على شخص في عندي مجموعه من القوالب، في اللي هو النوع المتحرر، النوع الاسلامي، النوع مش عارف ايش، اجي اتقابل مع الاخ صادق لاول مره، صادق اخذ منه جملتين ثلاث، اذا صادق ممكن تروح وغلق، ممكن يتركب على خلاص صادق انت من النوع المتحرر، بركبك هنا. بالعكس انا اشوف انه هذا الصح اللي لازم يتم. ليش؟ انه تظل في قوالب، وهذا انه في قوالب معينه مش لازم تحطها، قد تكون تتعدل فيها، لكن هو فعلا في قوالب معينه للشخصيه. اول ما تتعرف على واحد تحطه في نمط شخصيه معين وتتاكد. لا بس انه مثلا زي ما قال انه خلي كمل اين المشكله؟ ما هيش مشكله، وبالتالي انا اقول لك انه موضوع القوالب هذه ما هيش مشكله اذا لم يترتب على ذلك أيوة. شيء عملي. ما فيش اي اشكال اني قاعد احط ماجد وافغى في نمط شخصيه سلبي، ممكن يكون قالب سلبي وياثر على الشخص نفسه، ما عاد يخليك يعني يكون يعني عائق بعلاقتك مع الشخص انك تفتكره. هو هذا الفرق، اقول لك الفرق، انك احط ماجد مثلا في النمط التحليلي مثلا، او نمط التفردي، او ايا يكون من هذه الانماط، احطه في هذا النمط بسلبياته وايجابياته في هذا النمط مبدئيا، لكن هل هذا يترتب على هذا عمل معين؟ هذا هو الاشكال، لازم اتاكد. هذا يعتمد على تصرفي انا وفق هذا القالب اللي حطيته فيها. طيب احتمال انك وضعته في قالب خطا مثلا تقديرا، مش ممكن هذا ياثر عليه ابدا الى حد ما؟ ليش؟ هل يعني هل تصرفت نتيجه هذا يعني هذا الانطباع؟ في انسان يكون مرن، يعني يكون قابل انه يكون في اكثر من قالب. أيوة. يعني يكون انسان متحرر، انسان متحرر بمظهره، بس يعني افكاره فيها نوع من التفكير المحافظ، بينما فكره السياسي مثلا مغلق نوعا ما، بينما فكره يعني في ناس تكون كوكتيل. وبعدين انت كشخص ممكن تكون مرن، يعني ممكن انت تكون قادر تحط الناس في قوالب معينة، أو إن أنت تفصل بين اللي أنت تفكر به وبين اللي أنت تعمله، لكن في ناس لا، مجرد إنه فكر بشيء معين تجاه شخص معين خلاص بيتصرف معه على هذا الأساس. أنا أظن إنه صادق كلامه، يعني منطق إنك تحط الإنسان في 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 قالب معين عشان تعرف تتعامل معه. هو في الآخر إحنا كمجتمع وكبشر في يعني ممكن نسميها مصلحة مشتركة بيننا، تخلي في تعايش بيني وبين حمزة، في تعايش بيني وبين صادق. بس ها انا شايف كذا خصوصا من غير نظاره يمكن. انما الشيء حمزه، فعلا حمزه كان بيكلمني عن نقطه مهمه، اذا تكلمنا انه ثقافه الخطا نفسها في المجتمع، هذه برضو انه انا كانسان، انا كتربيه من وقت وانا صغير، لو رجعنا كذا للزمان مع بعض كلنا، انه انت مربي انك اكثر شيء في تركيز في البيت اول ما تعمل شيء غلط، اي شيء اول ما تعمل شيء غلط. فلما تكبر اول في اللاوعي عندك انك تركز مع البني ادم اللي انت تتعامل معه، انك تلقط عليه اي شيء غلط اول، تحول الى بيئه سلبيه لتصيد الاخطاء. مساله مثلا لو عملت حاجه في البيت حلوه مثلا ولا في المجتمع، ما حد يقول لك انك عملت حاجه حلوه، هذا هو الطبيعي بالنسبه لهم، ديفولت هكذا يعني. هذا هو الطبيعي، بس اعمل حاجه مش كويسه على طول. يعني افتكر مثلا انا افتكر كنت مره اخطب جمعه زمان بعد الثانويه، فكنت اول ما اطلع اخطب وكل دماغي شغال انه في ناس جالسين بيتصيدوا فكره الاخطاء اللغويه، يعني مش فاهم في القصه خالص الا بعد ما كمل يقول غلط في ذيك وهذيك وهذيك وهذيك. طيب افتهم لك شيء، هذا هو السؤال يعني، افتهم لك شيء من يعني من محتوى الخطبه نفسها. ما فيش وبكذا المجتمع يضطر الشخص انه ما يسويش حاجه في المجتمع، نضطر ان احنا نصبح مجتمع سلبي كلنا، زي الشلك. اي واحد والفرد ما يستطيعش انه يسوي شيء علشان حكم، منتظر حكم الاخرين على. طب وش المشكله الان بتحصل مثلا حتى فيما يتعلق بالصراع السياسي، حتى مثلا هذا ياثر على مستوى الحياه السياسيه مثلا بشكل عام، يؤثر على مستوى الخطاب داخل الجماعات، داخل الاحزاب، داخل الفئات المشكله دي اصلا. لا لحظه بس اشتي اقول نفس النقطه دي الذي يقول عليها حمزه، انه مشكله حتى الان في الحياه السياسيه في اليمن، في حتى في حكايه الطوائف، حتى في حكايه المناطق، بقى انه الناس يتجمعوا كل ناس مع بعض، ما عاد يعملوش اي نوع من الحوار مع الناحيه الثانيه اللي هم خالف لهم بالفكر. فذا يعني عمل نوع من عدم من عدم القدره على الحوار او الكلام، الذي تخلي دائما انه افتراض سوء النيه بالطرف الاخر اكثر من انه تعالوا نتحاور ونوصل لارض مشتركه ونعدي بالبلد. هذا على فكره انا اعتقد انه اغلب الذي لحد الان عدوهم ضد الثوره او ماسكين الحياد، ورغم ان فتره هامه يعني الحياد يعتبر كالجاني،
انه ملقوش الناس اللي تجلس معاهم تفهمهم صح ايش اللي حصل. الحياد كل جاني هذا رايك الشخصي لك تلزميش الناس فيه. لا لا بس انا في نقطه في نقطه في نقطه ربما هو صادق في نقطه ربما انه ماجد قد عنده ايش اسمه الوقت بيزحم علينا بس نختم بس خليني ادي لك مثال يعني حصل في فتره من الفترات التاريخ يعني التاريخي لليمن. كان في صراع حصل بين الحزب الاشتراكي لو تفتكروا ومع حزب الاصلاح تحديدا. كان الاصلاح يشيطن الاشتراكي والاشتراكي يشيطن الاصلاح. أيوة. تغيرت الظروف وتغيرت الحياه المجتمع الان اصبحوا في حلف واحد. ليش؟ السبب انه كان كل واحد ياخذ نحو الاخر نظره سلبيه بينما انه احنا في اطار البلد الواحد بامكاننا نتعاون بامكاننا نخلق فرص للحوار بس نترك لانفسنا فرصه فقط اننا اتكلم معك اتحاور معك اغير الصوره النمطيه لك انت كحزب كتيار كمنطقه ككك على اساس في النهايه احنا نتحول كلنا الى مجتمع واحد والمصير واحد بيجمعنا والقواسم المشتركه واحد. يعني الحل تجاه هذا الموضوع كله ان احنا نحسن الظن ونتحرك بايجابيه ونحاول نكتشف الطرف الاخر. ممكن حتى فكره الايمان بالتغيير يعني انا ممكن السنه هذه عندي راي السنه اللي عندي راي عدم تثبيت الافكار يعني زي ما كان مثلا الاصلاحي يقول على الاشتراكي كافر والاشتراكي يقول على مثلا الاصلاحي ارهابي يعني ففي الاخير الان بقوا حلف يعني الان الذي كانوا زمان متبنين هذا الخطاب كيف موقفهم الان برضو الان يعني هم المفروض حتى السياسيين كذا يبقوا بدماغهم فكره للمرونه انه بالمستقبل ممكن انا ادخل بحلف مع هذا فبلاش شيطن انما صادق سكت فجاه كذا صادق مضطر بيجي بالاخير مضطر انك تكمل سكوتك لان احنا فقدنا ان خلاص يعني طبعا انا مقدر ان السكوت كان لازم يتم من فتره لكن في معنا اثنين بيتكلموا كثير للاسف ان شاء الله الان خلونا نحمل مسؤوليه خلوني انا مسؤوليه قالت الفقره انا محسن خلاص الان محسن كلمني انه الان وقت الختام خلوني الان محسن مع مخرجنا يا صادق الله يرضى عليك خلونا ننتقل للفقره الجايه بروفايل ونشوف ايش مع الشباب. في بروفايل اليوم معانا شخصية غنية عن التعريف اليوم وحبيناش ان احنا نكتب مقدمات. معانا اليوم الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء في حكومة التوافق الوطني. شرفتنا ونورتنا اليوم دكتور صالح. بداية بما انه البرنامج شبابي ونتكلم نحن عن الشباب نحن حابين اليوم ناخذ معك دردشة خفيفة فقط يعني فبما انه برنامج شبابي واحنا كلنا شباب ايش كيف تشوف من وجهة نظرك الفرق بين شباب اليوم وشبابكم ايام ما كنتم شباب؟ اولا شكرا لكم ابنائي على هذا البرنامج الرائع السؤال سهل ممتنع يعني الجيلين فرق بين الأجيال يعني نعم الفرق على كل حال فرق كبير يعني بين الفترة التي عشناها احنا والفترة التي تعيشوها أنتم وهذا طبيعي وخاضع وهو منطق سنن التطور لا شك في ذلك ولا ريب. مرحلة الشباب التي عشناها نحن كانت مرحلة معاناة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى وعصامية إلى حد كبير وفيها نضال إن صح التعبير. لكن هذا ما لا يعني أنه نحن ما عشناش النضال ولا لكن الظرف بالنسبة لكم مختلف. جئت الظروف أفضل لا شك في ذلك. تطورت الأحوال مع التطور الذي أصاب الإنسانية بشكل عام يعني بشكل عام. كثير منكم زمان في أشياء كثيرة
وكثيرة جدا جدا جدا. كثير منكم زمان كنتم تدرسوا علشان تشتغلوا علشان تدرسوا عشان تعرفوا تساعدوا نفسكم بالدراسة وكذا، إنه الأهل غالبا ما كانوش زمان يهتموا بتعليم أولادهم زي ما الأهل الآن، يعني ممكن يصرف دم قلبه علشان لا لا نشتي بس الآن أقول لكم إن في صعوبات. أنا لا أريد أن أحبكم من دور نضالين فالآن أيوة بالعكس بالعكس إنه الشاب اليمني ما زال الوحيد على مستوى دول كثيرة إنه المعاناة، وتقريبا جيلنا كله الآن يعني، ولما كانش في ثورة زي ما حصلت يعني هو هذا هو هذا يعني يعني الذي أريد أن أقوله أن الصعوبات التي تواجه الشباب اليوم غير الصعوبات التي واجهناها نحن في تلك الفترة يعني. إحنا انتقلنا مثلا في 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 فترة شبابنا انتقلنا من الريف إلى المدينة، اعتمدنا على أنفسنا في التعليم، وكانت الأمور فيها صعوبة والسكن فيه صعوبة، وكانت طبيعة الظروف في تلك الفترة هكذا. لكن أنتوا جيتوا في 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 مرحلة تيسرت فيها سبل التعليم، ما أنش محتاج تأتي مثلا للمدينة وتجلس داخل دكان، يعني ربما يكون الوالد قد انتقل من 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 الريف الى صنعاء واصبح عنده بيت، وتعيش انت في بيت وتتعلم وانت في بيت ابوك، يعني عكس ما كنا احنا. طيب مدى تاثر صالح سميع بوالديه سواء الاب او الام؟ يعني اكثر كنت تاثرا بالوالد.